الشون عصا الحرب التي أضحت رمزا لرقصة المزمار، إحدى أكثر الرقصات الشعبية جذبا للسياح الأجانب قبل السعوديين في جناح مكة والطائف وجدة. أهل الحجاز بشكل عام يشيلوا العصا سلاح لنفسهم لأنه لهم فيها مآرب أخرى. طبعا هي تمشي على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى لما تنقص من الشجرة، بعدين المرحلة الثانية يسموها الغشيمة أول ما تنقص من الشجرة، بعدين يسموها المسقية، يلبسوها الجلبة هذه ويسقوها في الزيت، المستعجل عليها يخرجها في سنة، هذا المستعجل ينزلها من الزيت في سنة. نغمات الفرق الشعبية نداء يميز كل منطقة عن غيرها من حيث عدد الزوار في كل جناح. هم يعني الواحد لما ياخذ قداسه المكان انه ما فيها الوان زي هذه، هم بيجوا بيستغربوا، لا في تنوع الوان، في لعب، في طيران، في عده، يعني بيستغربوا من الحاجه هذه، هم محسبين انه المكه عباده فقط، لا هي تجمع، احنا بنقول لهم هذا المكان اصلا تجمع ثقافات. لا يخرج زوار الحجاز دون ان يطربوا بالمجس الحجازي وطعم البليله. يلي تدور على الجمال وتدفع له اغلى الاموال تراهم. خالد العمري، العربية، الرياض.